السلام عليكم مشاهدينا، لهذا المجزي الإخباري ونستهله بالعناوين. اجتماع جناح المناول الأمين العام للأفغان عمار صعيداني، والقيادة تؤكد أنه اجتماع غير شرعي وتدعو إلى تغليب لغة الحوار. انخفاض غير مسبوق لأسعار الذهب مع بداية السنة، ما قد ينعكس سلبا على احتياطات الجزائر. وفاة 11 شخصا وإصابة 24 آخرين بجروح خطيرة في حادث مرور بورقلة صبيحة اليوم. مجددا، يبدو أن أزمة الأفلان عادت إلى نقطة الصفر، حيث سيجتمع اليوم الجناح المناول الأمين العام للأفلان عمار صعيداني لتدارس ما أسموه بالخطوات العملية في طريق الإطاحة بعمار صعيداني عن رأس القوى السياسية الأولى. وحسب ما تسرب من محيط الجماعة الطاعنة في شرعية عمار صعيداني، فإن اجتماع اليوم سيكون من أجل التنسيق لاستدعاء ما أسموه بدورة اللجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد. وقد حاولنا الاتصال بالسيد عبد الرحمن بالعياط الذي رفض الرد على مكالمتنا. من جهته قال سعيد بوحجة أن الاجتماع المنعقد من قبل المناوئين خارج الأطر القانونية وغير الشرعية، مشيرا إلى أن القيادة الحالية للحزب تفضل لغة الحوار. توفر النصاب القانوني بس يدعي هذه، احنا ما احنا دائما نميلوا للشرعية، إذا توفر النصاب القانوني عندهم الحق، هذه هي واش راح نقولوا احنا. احنا مسلمين على كل حال، يعني تحركات خارج الأطر النظامية، لكن إذا توفر النصاب القانوني طبق بالقانون الأساسي للنظام الداخلي، يعني هنا الشرعية تم، وبالتالي بإمكان انعقاد اللجنة المركزية استثنائية. هذا ما كان، احنا ما بدينا التحرك نتاعنا ولا نتاعهم في الإطار القانوني، دائما هكذا، لا هذا مش صراع وإنما هذا. على كل حال احنا ما بدينا نوصلوا في النهاية عن طريق الحوار إلى نتيجة. طبعا حد لهذا الخلاف، مش الخلاف، لان ما نسكن ما كانش خلاف حول الايديولوجيه ولا حول البرنامج تاع الحزب، وانما خلافات شخصيه. بامكان هذا يعني نتوصلوا الى احداث حوار جاد مثمر يعالج الوضع هذا بصفه نهائيه. إلى ملف الرئاسيات، حيث تتجه الأنظار بعد أيام قلائل إلى قصر المرادية، أين سيوقع رئيس بوتفليقة مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات 2014، محطة ستعطي إشارة بدء معترك رئاسيات الربيع القادم. متابعة في سياق تقرير سيد أحمد هديبل. أيام قلائل عن استدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات 2014، يتساءل الشارع الجزائري عن الآليات والميكانيزمات التي تحكم هذا الإجراء الذي يعد بمثابة إشارة انطلاق السباق نحو قصر المرادية في موعد الانتخابات. أين من المنتظر أن يستدعي الرئيس بوتفليقة الهيئة الناخبة عبر مرسوم رئاسي حسب المادة 154 من قانون الانتخابات؟ الهيئة الناخبة تستدعى في المناسبات معينة، تجديد البرلمان، الانتخابات الرئاسية إلى آخره، الانتخابات المحلية، وتستدعى الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم الكوري إلكتورال إكونفوكي بار ديكري. المرسوم الرئاسي المنتظر أن يوقعه الرئيس بوتفليقة الذي تقترب ولايته الرئاسية الثالثة من نهايتها، يشكل إجراء يسمح بالشروع في الترتيبات الخاصة بإجراء العملية الانتخابية، خاصة تلك المتعلقة بالهيئة الناخبة. بالنسبة للانتخابات الرئاسية يجب أن تجري يعني حسب قانون الانتخابات في 30 يوما قبل نهاية العهد الرئاسية، ويحدد ما هو الانتخاب المقصود، ويحدد التاريخ وآخر ذلك من الشروط، لأنه لا يمكن للمواطن أن يدعو الناس لإجراء انتخابات، فلا بد أن يقوم بهذه المهمة رئيس الجمهورية. للإشارة أعلنت أسماء قليلة ترشحها، وبالمقابل أسماء ثقيلة تريت.
توفي 11 شخصا واصيب 24 اخرون بجروح متفاوته الخطوره في حادث مرور خطير وقع صبيحه اليوم على الطريق الوطني رقم 56 عندما صدمت حافله لنقل المسافرين بشاحنه لنقل البضائع كانت قادمه من العاصمه باتجاه حسي مسعود. مع دخول عام 2014 شهدت أسعار الذهب النفيس انخفاضا غير مسبوق في الأسعار لم يعرفه منذ 13 سنة، ما قد ينعكس سلبا على احتياطات الجزائر من الذهب والمقدرة ب 173 طن. المزيد في تقرير ليليا داود. في منحى تنازلي لم يسبق له مثيل منذ 1990 سجلت أسعار الذهب أكبر تراجع لها بنسبة انخفاض قدرت ب 29%، ما تسبب في انهيار أسعار بعض المعادن النفيسة الأخرى مثل الفضة والنحاس. انخفاض أسعار الذهب عبر أسواق العالم ستتأثر به السوق الجزائرية، ليس هناك شك، ومن ثم فإنه لابد من اتخاذ إجراءات من أجل مجابهة هذا التأثير سلبيا على الاقتصاد الوطني، وذلك عبر تدخل كثير من المؤسسات المالية والبنكية في هذا الأمر. تمتلك الجزائر احتياطات كبيرة من الذهب تقدر ب 173 طن وبقيمة تتجاوز 11 مليار دولار، ما من شأنه أن ينعكس سلبا على الجزائر مستقبلا. لأن الذهب تاعنا، والجزائر تنتج الذهب، والجزائر تصدر الذهب، والجزائر أصبحت من ثاني مصدر في العالم العربي من ذهب. إذا يطلع ولا يهبط هو ذهبنا بالقيمة نتاعو نتاع الإنتاج نتاعو في الخزينة نتاعنا، إيه كمقارنة في الميزانية نتاعها مع البنك الدولي ومع صندوق النقد الدولي يكفي كما راهي. ولكن لما نعرف باللي نحن ننتج الذهب ونبيع الذهب ما نخافش. وبين هذا وذاك فإن أسعار الذهب ما زالت تتجه نحو الأسفل، لذا تبقى فرضية تأثيره على احتياطي الذهب الجزائري وارد جدا. تشكل الصناعة التقليدية إحدى المكونات الأساسية للربط بين الماضي والحاضر، حيث تعد صناعة الجلود مثالا حيا لإبراز العادات والتقاليد الأصلية المتوارثة عبر الأجيال، خاصة وأن صناعة الجلد تعتبر ميدانا مهما. رشيد زيري حرفي اتخذ من تحويل الجلود مهمة له. المزيد في تقرير نسيم الوافي ورديا بن هباج. رشيد زيري ابن منطقة باب الواد وصاحب 39 ربيعا، حرفي اتخذ من فن تحويل الجلود مهنة له منذ أكثر من 20 سنة، حيث يقوم بصناعة مختلف الأشياء بالجلد الطبيعي ومنه حقائب اليد وأحذية وغيرها. أنا رشيد مختص في صناعة الجلود، في البابوش والبوف والساك والمينياتور، وحنا نخدمهم على كل حال، الآخر نخدمهم أنا وأخي. نخدمهم حنا متواجدين في بوات خوراج كليمات فرنس، وكما نقولوا دوك الحمد لله دوك الاستقبال كاين بزاف من الجزائريين، دوك رجعوا يعرفوا المنتوج تاع الجزائر كذا. هذه تعلمتها من عند اخي، عندي اخي كبير كذا وعلمني شو الحلفه هذه علمها لي، وحنا شغل طورنا فيها، حنا بعيد فيها طورنا فيها كذا. غزو المنتجات الصينيه ونقص فضاءات التسويق وكذا سح المواد الاوليه هي اهم العوائق التي يصادفها الحرفي رشيد وحرفيون امثاله في مسار حفاظهم على هذه الصناعة. حنا نستوردوهم الخارج جاي غالي الحق غالي، وحنا ما عندناش الإمكانيات كما نقولوا، هذيك هي ما عندك مادة ما نريحوش باش نريحو ما نريحوش، نحكموها نزيدو نعاودو نخدموها ونبدعوها، نخدمو بها البوف، نخدمو بها الصندالة، نخدمو بها الساك، نخدمو بها البابوش، خصنا شوية إمكانيات برك، كما الورشة تاعنا صغيرة، ماذا بينا تكون عندنا ورشة كبيرة، كما تكون إمكانية تاع الجلود. نقص الجلود بزاف في الجزائر هنايا. هي إذن عراقيل بدل تشجيعات ما زالت تعيق رشيد والعديد من الحرفيين الجزائريين، ما يهدد العديد من المهن والحرف بالزوال. ختام الموجز، إلى اللقاء.